هلو، ام سوري امين. ده كده الاكونت بتاع التيم ليدر بتاع الويب سايت بتاعنا. الويب سايت بتاعنا فكرته ان احنا مجالنا الكترونيكس وموبايل فونز، واسم الويب سايت هيبقى تي سمارت. احنا هنعمل purchase process. دلوقتي لو دخلنا على الايتم ليست هنلاقي عندنا الايتمز بتاعتنا. اول حاجة هي الهاند فري، ده هيبقى تريدنج جود. عندنا chip، دي اللي هي raw material، وعندنا iPhone اللي هو هيبقى manufactured item او manufactured good. وعندنا برضو supplier list. supplier list عندنا 3 suppliers. انا هنا في الهوم بتاعت الاكاونت بتاعت purchase بتاعي، عايزة ادخل عند البوينج، فهدوس على الثلاث شرط اللي على الشمال فوق، هختار third option عندي، fourth option عندي هو الباينج. هنزل تحت شوية في reports and masters، في الباينج fourth option هلاقي request for quotation، هدوس عليها. هتظهر لي الليست دي، هدوس plus فوق على اليمين واختار عندي suppliers بتوعي. تمام، هختار اول supplier عندي هو supplier 1، هأعد رو واختار تاني سبلاير عندي هو سبلاير 2، وهختار تالت سبلاير عندي هو سبلاير 3، وهاجي في الايتمز هدوس علامة البنسل واختار الايتمز بتاعتي. اول ايتم عندي وهي الشيب، عايزة كام بقى ايتم من الشيب؟ هنزل تحت شوية واشوف الكوانتيتي، ممكن اكتب ان انا محتاجة 15 شيب، وادوس الاوبشن بتاع الداون وهعمل اد رو واختار تاني ايتم عندي وهي الهاند فري، واختار العدد اللي انا حباه من الهاند فري، زي مثلا هختار 25، هطلع فوق داون وهاد اخر ايتم عندي وهي الايفون، واختار الكوانتيتي منه ان انا محتاجة 5. بعد كده هاجي في الايميل ديتيلز، هختار الايميل تمبلت وهختار التمبلت بتاع الديسباتش نوتيفيكيشن، هدوس سيف. سبميت. وكده هو اتعمل له سبميت، فاضل لي بس ايه؟ ان انا اختار السبلاير كوتيشن من الثلاث شرط اللي فوق على اليمين. هختار اول سبلاير عندي كرييت، هيوديني للبيج دي، هيوديني البيج دي اللي فيها الايتمز بتاعتي. هبتدي ادوس على البنسل وانزل تحت شويه واختار البرايس بتاعي. هو اول برودكت عندي اهو الايتم شيب، هبتدي اختار البرايس بتاعها. هل نفترض ان البرايس بتاعه الشيب ب 250، هدوس اوبشن السهم اللي فوق، هو حسبها لي هنا في التوتال. هنزل تحت شوية واختار التاكسس بتاعتي، ايجيبت تاكس، وهو هيحسبها لي التاكسس اند تشارجز اد، وهعمل سيف. سبميت. وسبميتد. اول حاجه هعمل كرييت سبلاير كوتيشن، واختار سبلاير 1 واعمل كرييت،
هنزل تحت اختار ال purchase taxes، اخليه Egypt tax، وهاجي عند الريت هخليه 200، بعد كده اعمل save، بعدها submit، اعمل yes. بعد كده هعمل create purchase order، هاجي عند ال required buy، اخليه 30/6 اخر حاجة، هنزل تحت وهاجي عند ال set target، هختار finished good ان دي اللي هيتخزن فيها المنتج، وهاجي تحت ال purchase tax برضو اخليها EGP tax، بعديها اعمل save submit، وكده عملت ال purchase. دلوقتي انا هنا في account ال stock manager، هبدأ ادخل من الليست هنا على buying، هيظهر عندي ان انا عندي purchase order من supplier 1، هبدأ ادخل عليه وهتظهر عندي الداتا بتاعته، مفروض هنا ان انا اعمل له receive and bill، فهبدأ ان انا اعمل له الاول purchase receipt. هنا في البداية هبدأ اعمل check على الداتا بتاعته مظبوطة، هبدأ اعمل save submit and confirm، كده عندي وصل لمرحلة ان هو تو بيل، هبدأ ان انا اعمل له بيرشيز انفويس، هبدأ اتشيك عندي هنا الداتا مظبوطة، هعمل سيف سبميت اند كونفيرم، وهنا هيكون عندي ظهر انه وصل لمرحلة الـ unpaid. طيب هو كده unpaid، هبدأ اعمل create بعدين payment، في المود of payment هكتب cash بعدين save. قبل ما اعمل submit محتاجة اتأكد او check ان هو completed، هروح عند الـ buying بعدين purchase order، ها clear filters، هو مكتوب عندي هنا completed، فهنرجع تاني عشان ندوس submit بعدين confirm، وكده هو submitted والكده process بتاعتنا خلصت.